السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم طريقة نسخ رابط قناتك في اليوتيوب، أو نسخ رابط أي قناة تبيها في اليوتيوب وإرسالها إلى صديق، أو نسخ رابط أي مقطع فيديو أنت به. قبل لا أبدأ بالشرح، أتمنى منكم الضغط على اشتراك ودعمي بالقناة. بعد ما تدخل اليوتيوب، إذا كنت بتنسخ رابط قناتك، ندخل على المكتبة من هنا. طبعا شرح يكون خاص في جهاز الآيفون، الأجهزة الأخرى أنا ما استخدمها، الله أعلم عنها. بعد ما نضغط على المكتبة، نضغط على الخيار هذا، الأيقونة هذه، أيقونة القناة. بعد كذا نضغط على قناتي من هنا، وبعد كذا تظهر لك القناة بالشكل هذا. كل اللي عليك تسويه نضغط على الثلاث نقاط من هنا فوق، وتطلع لك مجموعة خيارات بالأسفل. نضغط على مشاركة من هنا، وتطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها نسخ الرابط. مجرد ما تضغط على نسخ الرابط، خلاص يتم نسخ الرابط. زي ما انتم شايفين مكتوب تم النسخ، خلاص الآن انت نسخت رابط قناتك، تقدر ترسله لأي شخص تبيه. إذا تبي تنسخ رابط قناة أخرى، نذهب للرئيسية. طبعا اي قناه انت بها، يعني مو لازم تروح للرئيسيه. مثلا دخلت على قناه شخص معين وتبي تنسخ رابط القناه وترسله لشخص، نضغط على ايقونه القناه من هنا، وبعد كذا تطلع لك قناته من هنا. نضغط على الثلاث نقاط، ونفس الطريقه تطلع لك مجموعه خيارات. نضغط على مشاركه، وبعد كذا نضغط على نسخ الرابط، وبكذا يقول لك تم نسخ الرابط. إذا تبي تنسخ رابط فيديو معين، يعني تقدر تشغل الفيديو، وموجود أسفل الفيديو خيارات من ضمنها مشاركة، تضغط على مشاركة وتضغط على نسخ الرابط. أتمنى الشرح واضح وبسيط. أي سؤال أو استفسار، أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.